سلام الله عليكم أينما كنتم، وأهلا بكم معنا إلى موجز جديد. البداية بطواف المغرب للدراجات الهوائية والدورة 26 التي وصلت إلى خط النهاية بإسدال الستار على آخر المراحل التي تم إجراؤها اليوم، وربطت مدينة مراكش والجديدة. تفاصيل أوفى مع مهدي صوابن بكاميرا هشام بهلوان. ماتيو بيرجي هو سابع دراج فرنسي نجح في انتزاع طواف المغرب، إنجاز تأتى بعد تصدره للترتيب العام بفارق 7 دقائق عن أقرب المطاردين. عشنا كل شيء في الطواف، المنحدرات، الرياح، التوثر، السرعة. أعتقد أن إضافة مرحلة أخرى في المرتفعات مهم للطواف مستقبلا. القميص الأخضر عاد للدراج سعيد بلواش، إنجاز افتقدته الدراجة المغربية منذ 62 عاما. مشينا لطواف الجزائر، حققت فيه القميص الاخضر وجيت هنا لطواف المغرب، لبست القميص الاصفر، ما كانش استطاعي باش نحافظ عليه، بقيت محافظ على القميص الاخضر الحمد لله، هذه بمساعده الفريق ديالي. بعدما حسمت الامور مبكرا جاءت المرحله الاخيره شكليه فقط، وربطت الجديده بالدار البيضاء، مرحله انتظر خلالها الدراجون الوصول الى المدار المغلق بالدار البيضاء لخلق التشويق امام الجمهور البيضاوي، جمهور تفاعل مع فوز سفيان هدي كواحد من ركائز الفريق الوطني. باحتفاظه على القميص الاصفر منذ المرحله الثانيه، نجح الفرنسي ماتيو بيرجي في إحراز طواف المغرب للدراجات في نسخته 26، تتويج جسد تفوق الفريق الأمريكي في دورة هذه السنة.